السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر محمد من جروب واشنطن ليفرسلي. النهاردة هنتكلم عن خمس مشاريع، وده أولهم اسمه ديكشنري، يعني قاموس. القاموس ده بندخل فيه كلمات، ماشي، وكلمات معناها، وهو بقى بيجيب لنا معنى الكلمات دي، ونستعمل في القاموس ده اف والف 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 ويلز، ماشي. اف دي يعني اف دي لو، والف دي او لو، والس دي او لو الكلمة مش موجودة، يعني والس دي اساسا مش بيتحط قدامها شرط خالص، هي قولن بعدين، ماشي. والقاموس ده الكلمة لو احنا بنكتب الكلمة تحت، الكلمة تحت دي لو احنا بنخلي اليوزر هو اللي يدخل الكلمة اللي هو عايزها، يعني اف الف يعني او لو الكلمة دي موجودة اتبع لي معناها، او لو مش موجودة اتبع لي الكلمة دي the word doesn't exist in my dictionary please try again، ماشي. والاكواد دي وكده نعتبر خلصنا البروجكت الاول، ماشي، وعرفنا اللي لو احنا عرفنا الاكواد المستخدمة بتستخدم دي. ندخل على البروجكت التاني، ماشي. ده البروجكت اسمه ديت تايم، ماشي. ديت تايم ده بيتكلم عن إعادة الوقت والتاريخ، ماشي. احنا بنفضل نقول له اكتب لي الوقت والتاريخ، وهو بيجيب لي الوقت والتاريخ بالظبط، يعني هي 2:25، ماشي، وهو نفسها، ماشي. هي 12 أزرار، هو بيتسيستم على طريقة مختلفة مش زي الأرقام بتاعتنا، ماشي. فهو كاتب 12:25، وكاتب التاريخ، وكاتب 2020 و7:25، ماشي. ولو احنا عايزين بقى نجيب بس السنة او اي حاجة او الدقيقة او اليوم او الساعة، ماشي، الحاجات دي بنكتب اسمها وبنكتب ناو. يعني ايه ناو ده؟ يعني دلوقتي، جيبها لي دلوقتي، ماشي. بارت 2 بقى بيتكلم اللي احنا عايزين نعرف مثلا بعد سنة، بعد شهر هيبقى التاريخ كام، ماشي. وبارت 3 بقى لو احنا مثلا عندنا ميعاد ميتنج بكره، نكتبه هنا. لو احنا عندنا ميعاد ومش عايزين نتأخر منه، ماشي. هو بقى يقول لنا بأنك كام يوم على الميعاد ده، ماشي، زي 2020 9/3. طبعا احنا مش في 9/5، مش في 9/3، احنا في، ماشي. فهو هيكتب لي اتبقى لك 39 يوم، ماشي، هيتبقى لك 39 يوم، وهتكون الميتنجات، ماشي. يعتبر كده بقى خلصنا من الدرس الثاني، وبتكلم عن الوقت والتاريخ وازاي نعرف اتبقالنا كام يوم، اتبقالنا كام شهر، ونعرف بعد شهر ايه اللي هيحصل. واتمنى ان الناو دي، اللي كلمة الناو دي هي بتجيب لنا اي حاجة دلوقتي، ماشي. ودلوقتي ندخل بقى على البروجكت التالي، والدرس الثالث بقى بيتكلم عن البنك اكاونت. طبعا احنا البنك اكاونت ده بيتكلم اللي احنا بنعمل اكاونت في البنك، ماشي، وبنديله حسابنا وكل حاجة عننا، ماشي، وهو بيفتح لنا اكاونت في البنك، ماشي. بيتكلم بقى البروجكت ده احنا استفدنا منه من الانبوت فيه كتير، يعني انبوت انتر يور اكاونت نمبر، احنا بنستفيد قوي من الانبوت ده مفيد، ماشي. ودلوقتي هندخل على البروجكت
الرابع ماشي. البروجكت الرابع ده اسمه بيل الكتريك. بيل الكتريك ده يعني فاتورة الكهرباء. في منه وحدات فاتورة الكهرباء بتنقسم لثلاث حاجات: الوحدات المستهلكة، سعر كل وحدة، الضرايب المضافة عليها. ماشي. احنا بقى بنعمل فاتورة كهرباء. فاتورة الكهرباء دي يعني يتكلم بقى عن فاتورة الكهرباء دي اللي احنا بنكتب اليونتس اللي هي الوحدات. ماشي. بنكتب 50 و100 و200 ماشي. وبنفضل بقى نقسمهم ونفضل 130 يعني نزود والنقص، يعني نزود الوحدات على سعر الوحدة على الضريبة بتاعتنا. ماشي. وتعلمنا بقى من البروجيك ده، هو بقى المشروع ده بيحسب لنا فاتورة الكهرباء بدل ما احنا نفضل نحسب. ماشي. ندخل على اخر بروجكت، البروجكت الخامس. ماشي. والمشروع بقى الاخير اللي هو بيتكلم اللي احنا بنعمل كافيه. ماشي. الكافيه ده بقى بنكتب فيه الحاجات اللي احنا عايزين، الشاي والنسكافيه والقهوة. ماشي. وفي حاجة اسمها تكواي، يعني لو عايز تاخد الحاجة برا. ماشي. وبنكتب بقى للكمبيوتر التوتال، وهو بقى احنا بنكتب التوتال طبعا زيرو، نكتب التوتال زيرو عشان هو بقى اللي بيزود في التوتال ده، هو اللي بيختار. هو بقى احنا بنديله السعر لكل حاجة. يعني مثلا احنا عملنا له منيو، عارفين المنيو اللي هو بيكون بتاع الطلبات بتاع الغدا. ماشي. احنا بنعمله. ماشي. واحنا بقى بنختار بقى الحاجات، بنختار الشاي A و B. طبعا احنا بنسهلها بنخليها من A و B و C والحاجات دي. ماشي. وهو بقى بيجمعها لنا، وفي الاخر اول ما هو هيدوس ده هيتقفل بقى خلاص، وهيقول ده المجموع ده التوتال. ماشي. وكده يكون خلصنا الفيديو، واشوفكم بعدين. سلام عليكم.